حيث تنضم إلينا مراسلتنا أمل الهواري. مرحبا بك أمل، إنجاز كبير حققه أسود الأطلس في هذه المباراة رغم الهزيمة، كيف تبدو الأجواء وما هي ردود الفعل؟ حقيقة الجماهير المغربية والمشجعون المغاربة يأبون إلا أن يخرجوا لتحية الفريق الوطني أسود الأطلس، رغم أن الأجواء باردة والأمطار لم تتوقف والرياح شديدة، ولكنهم يأبون إلا أن يشكرونهم على أدائهم الجيد والممتاز، وعلى روح الفريق القتالية، وعلى انسجامهم داخل الملعب. اليوم والآن سيارات وتحية للفريق الوطني وشعارات والشكر، لأن الفريق الوطني أدى مباراة في ملعب الكبار أمام حامل اللقب لمرتين، والفريق الفرنسي نعلم جيدا أنه حضر إلى أطوار كأس العالم 16 مرة. الفريق الوطني أيضا هدد مرمى الفريق الفرنسي أكثر من مرة، أدى بندية وقتالية وروح وطنية. الفريق الوطني اليوم مثل المغرب أحسن تمثيل، وأعاد كتابة تاريخ كرة القدم المغربية والعربية والإفريقية. اليوم والآن يعني رغم الأمطار والرياح، إلا أن الجماهير أبت إلا أن تخرج لتحية الفريق الوطني وشكره على أدائه وروحه الوطنية. شكرا جزيلا لك أمل الهواري، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط.